قرر يتوب ويترقب ثوابه تدخله في ظل عيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصائب التي تقع على الإنسان في حياته الدنيا تكفر عنه من خطاياه، والناس عند وقوعنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تقع عليه مصيبة ولكن لا تتكفر عنه ولا معصية. أما القسم الثاني تتكفر ذنوبه فقط. أما القسم الثالث فإنه تتكفر ذنوبه وأيضا يثاب ويؤجر في نفس الوقت. فالذي لا تتكفر عنه ذنوبه طبعا هو الذي لا يصبر، وأما الذي يصبر فهذا الذي تتكفر ذنوبه، ولكن بشرط أن يكون الصبر عند بداية المصيبة. فإذا صبرت عند بداية المصيبة فأبشر بالمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضن، يعني أقل شيء الجنة. ولك أن تتخيل ماذا يمكن يكون أكثر من الجنة. أما الذي لا يصبر عند الصدمة الأولى فإن ذنوبه لن تتكفر حتى ولو صبر بعد ذلك، وهذا هو القسم الأول من الناس. القسم الثاني فهو الذي يصبر على البلاء بدون احتساب للأجر، فهذا تتكفر سيئاته فقط ولكنه لا يحصل على ثواب. وأما أعلى الناس فهو صاحب القسم الثالث، وهو الذي تتكفر سيئاته ويؤجر أيضا، لأنه زيادة على صبره على البلاء فإنه قد احتسب الأجر على مصيبته أيضا. لكن ما معنى احتساب الأجر؟ يا الله يا الله، معنى يحتسب الأجر أي أنه يرجو من الله أن يأجره على صبره، فهو ينتظر الثواب من الله على ذلك. لأن بعض الناس يصبر على المصيبة ولكنه لا يقع في قلبه استشعار الأجر والثواب على هذا، يعني لا يقع في قلبه أنه يصبر لله وإنما يصبر فقط. مثلا قد يسقط الإنسان على الأرض فيتألم ويصبر، ولكنه لا يستحضر في قلبه رجاء الثواب من الله على هذا الألم. إلا أن بعض الناس موفق يصبر ويستحضر رجاء الثواب من الله، ولا شك لا شك أن الله تعالى لا يساوي بين الاثنين. وإذا رأيت الصابرين كيف يحتسبون الأجر على المصيبة وكيف يتشوقون لثوابها في الجنة فإنك ترى عجبا. لكن أتى ذلك، الأعجب هو أن يكون هذا الصابر المحتسب طفلا من الأطفال، وقد رأيت ذلك بعيني. طفل سوري انفجر فيه لغم وهو يلعب، فقطعت يداه وذهبت إحدى عينيه وأحد أذنيه لا يسمع فيها. نقله إلى تركيا، وقد زرته في سكنه بعد يوم واحد من خروجه من المشفى. أتمنى أن تلاحظ ابتسامته واحتسابه للجنة وتفاؤله بذلك. إيش حصل معك الله يخليك؟ كنا بنلعب طابق أنا وفاتي، فمشات الطابق رحت لجيبة، شفت شي جنبي لمسته فجر لغم كان فجر فيه. الحمد لله تطوع يديك، الله يعوضك أحسن منها ما شاء الله. وبعد إيش كانت إصابتي غير تقطع اليد؟ صار شيء؟ عيني. ايش فيها عيني؟ ما تشوفيها؟ ما في فيها. ان شاء الله الله عز وجل ترى فيها وجه الرحمن يوم القيامة ان شاء الله. ان شاء الله. انت متضايق علي؟ لا الحمد لله ما انا متضايق. لا سوقوني على الجنة. دياتي قصدك سبقوا على الجنة؟ سبقوني على الجنة. ان شاء الله. اخي الكريم، اختي الكريمة، الهموم التي عندي وعندك الآن لا تصل إلى درجة مصائب هؤلاء، وانظروا كيف هؤلاء الأبطال يصبرون ويحتسبون الأجر والثواب مع أن منهم أطفالا فقدوا سعادة رائهم، ومنهم من هو أب قد فقد ابنه الوحيد. والله إنا لا نستحي عندما نقارن أنفسنا بأمثالهم، فعلى الأقل دعونا نكون من أعلى مراتب الناس عند وقوع المصيبة، وهم الذين يصبرون ويحتسبون على المصائب.
بالمناسبة المصائب نوعان، مصيبة تكون بأسباب سماوية لا دخل للعباد فيها كالمرض والفقر، ومصيبة تقع بسبب مخلوق كظلم مدير لك أو إنسان أخذ أموالك أو إذا اغتابوك وغير ذلك. المصائب السماوية أصبر واحتسب فيها، أما المصائب التي تكون بسبب البشر فهذه فيها باب إضافي من الأجر والثواب، وأنا والله لا أحب أن تفوتك حسنة واحدة، والله أتمنى أن لا تبقى حسنة إلا وكان لك منها نصيب، حبا لكم في الله. نعم، إذا آذاك أحد من الناس فإنك الآن أمام بابين عظيمين من الأجر، الأول الصبر، أما الباب الثاني الجديد فهو باب العفو، أن تعفو عن هذا الذي آذاك، وأنت تستطيع أن تضغط على نفسك وأن تتجاوز جروحك فتتخذ قرار بالعفو التام عن من ظلمك. والله أعرف أنه آذاك، أعرف أنك تعبت كثيرا بسبب هذا الظلم، لكن لا بأس، لا بأس، دخولك للجنة وفرحتك برؤية الله تعالى يوم القيامة أغلى من كل شيء. فإن قلت لي أنت لا تعلم ماذا فعلوا بي، إنه ظلم أكبر بكثير مما تتصور، كيف تريدني أن أعفو؟ والله هذا شيء مفرح، إذا كان الظلم الذي وقع عليك أكبر فبالمقابل الأجر والثواب الذي ستأخذه من العفو سيكون أكثر بالتأكيد، نعم أكثر من بقية الناس، فهنيئا لك. فلماذا تتضايق؟ كتب رجل رسالة إلى أحد إخوانه يحثه فيها على العفو عن بعض من ظلموه، فقال له اعلم أنه لن يزداد ذنبهم في حقك عظما إلا ازداد العفو فضلا. ثم أنت لماذا تتعب نفسك؟ العفو أريح لك قلبا وأشرح لك صدرا، وأما إذا أردت أن تنتقم أو أن تدعو عليه وتبقى في ترقب ماذا سيحصل له الآن فسوف تتعب. يقول الخليفة المنتصر بالله لذة العفو أعذب من لذة الانتقام. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد تعبت أنت في السابق من ظلمه، فحاول أن ترتاح الآن، خلاص يكفي، خلاص اغسل قلبك بالعفو، صفي ذهنك، ستكون كسبت راحة القلب في الدنيا وأيضا الثواب الأكثر في الآخرة. قال الحساسة الأمم بين يدي الله تعالى يوم القيامة نودي فليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والله لقد رأيت بعيني الذين عفوا كيف أحسوا بالراحة أكثر من الذين لم يعفوا. إن الذي عفى ينام مطمئن البال منشرح الصدر، كلما أراد الشيطان أن يوقد النار التي في قلبه تذكر أنه لا يريد من الظالم شيئا، إنه فقط ينتظر ثوابه وأجره يوم القيامة فتسكن نفسه. ثانيا، لا تنظر إلى ما تريده نفسك من الانتقام والتشفي، ولكن انظر إلى ما يحبه الله في هذه المواقف. قل بينك وبين نفسك يا ربي، يا ربي الذي تحبه أنت مقدم على الذي نحبه نحن، ربي الذي تريده من العفو على مرارته على نفسي أحب إلينا مما نريده نحن من الانتقام منهم. هذه النظرة تعتبر نظرة رفيعة نادرة، وهي أن تقدم الله على نفسك. مرة من المرات وضع بين يدي أحد الملوك أسرى، فقال الملك لأحد العلماء ماذا ترى أن نفعل بهم؟ فقال العالم إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من القبض عليهم، فأعطي الله ما يحب من العفو عنهم. فعفى عنهم الملك. أخي الكريم، أختي الكريمة، جرب أن تتخذ قرارا شجاعا اليوم بالعفو عن كل من ظلمك، اعزم على ذلك من كل قلبك، وانظر كيف ستحس بالراحة الآن في الدنيا، وكيف أيضا ستفرح يوم القيامة، لأن الله تعالى أكثر كرما منك. نعم، فإذا رآك عفوت عن عباده فإنه سيعفو عنك أكثر مما عفوت أنت عنهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقت الملائكة روح قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أتجاوز عن الناس، فقال الله تعالى للرجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. الله أكبر. إذا نزلت بك المصيبة فإنها في الحقيقة لا تعتبر مصيبة إلا إذا لم تحسن استغلالها، أما إذا استغليتها بالصبر والاحتساب فكفرت عنك سيئاتك وحصلت على عفو الله بالعفو عن الناس، هذه في الحقيقة ليست مصيبة، هذه أصبحت نعمة عظيمة والحمد لله. ولكن هل تظن أن من صبر واحتسب على درجة واحدة؟ مستحيل، إنهم على مراتب، وأنا والله أطمح أن تكون أنت في أعلى مراتب، وسأتشرف بمتابعتك لنا في الحلقة القادمة عندما نذكر هذه المراتب، لكن اسمحوا لي أن أستأذنكم الآن.
وادفاء للمكروه قررت ويترقى بثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.